بيكو وحكاية يوم جديد مع بعض بنفتكره زي النهاردة. زي النهاردة 25 مايو سنة 1805 نابليون بونابرت يتوج نفسه ملكاً على إيطاليا. أما سنة 1946 أصبح الأمير عبدالله ملك على إمارة شرق الأردن بعد مبايعته كملك وتغير اسم الإمارة إلى المملكة الأردنية الهاشمية. وسنة 1961 أعلن الرئيس الأمريكي جون كينيدي خلال اجتماع في الكونغرس عن العزم بإرسال بعثة بشرية للقمر. وزي النهاردة اتفعل النظام الأوروبي لحماية البيانات العامة في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مما فرض حماية صارمة على بيانات وخصوصيات المستخدمين في جميع تلك الدول. أما عن مواليد زي النهاردة، فزي النهاردة سنة 1969 اتولدت الممثلة الأمريكية آن هاش، واللي من أعمالها كات فايت. وسنة 1976 اتولد الممثل الأيرلندي سيليان ميرفي، واللي من أعماله بروكن. أما عن اللي رحلوا عن عالمنا زي النهاردة، فسنة 2014 رحل الملاكم والمدرب الأمريكي ماثيو سعد محمد. وعن الأعياد والمناسبات، فزي النهاردة 25 مايو من كل سنة هو اليوم العالمي للصداقة، وكمان هو يوم إفريقيا. أما سنة 1966 كان العرض الأول لفيلم ليلة الزفاف. الفيلم قصة توفيق الحكيم وسيناريو وحوار يوسف عيسى وإخراج هنري بركات، والفيلم من بطولة سعاد حسني، أحمد مظهر، أحمد رمزي، عائلة راتب وحسين رياض. أما سنة 1970 اتعرض لأول مرة فيلم المجانين التلاتة. الفيلم تأليف علي سالم وإخراج حسن الصيفي وبطولة نجلاء فتحي، زهرة العلا، وثلاثي أضواء المسرح ومحمود المليجي. وكمان زي النهاردة 25 مايو 1981 اتعرض لأول مرة فيلم مع تحياتي لأستاذي العزيز. الفيلم تأليف عبد الحي أديب وإخراج أحمد ياسين وبطولة نيلي، محمود ياسين، مديحة يسري، محمد رضا، عماد رشاد، وبدر الدين جمجوم. خلصت حلقتنا، وبكرة حكاية يوم جديد زي النهاردة.